البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموساوس، بركته علينا أمين. وأما أنت فقد اتبعت تعليمي ومثالي ورسمي الأول وإيماني وآناتي ومحبتي وصبري، الاضطهادات والألام التي أصابتني في أنطاكيا وإيقونية ولسترا، جميع الاضطهادات قد احتملتها ومن جميعها أنقذني الرب. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، ولكن الناس الأشرار الخدعين سيتقدمون في الشر بالأكثر، ضلين ومضلين. وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت، عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع، لأن جميع الكتب الموحى بها من الله نافعة للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون رجل الله مستعدا ثابتا في كل عمل صالح. أنا أشهد أمام الله والرب يسوع المسيح الذي يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، عز، امتهر بكل أنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يقبلون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين ويسدون أذانهم فيصرفون مسمعهم عن الحق ويميلون إلى الخرافات. وأما أنت فاستيقظ في كل شيء، واقبل الألام، واعمل عمل المبشر، تمم خدمتك، فإني أنا أيضا سوف أنتقل ووقت انحلالي قد حضر. قد جهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان، أخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الحاكم العادل، وليس لي وحدي فقط، بل ولجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. أسرع أن تأتي إلي عاجلا، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكريسكيس إلى غلاطيا، وتيتوس إلى دلماطية، ولوقا وحده معي. خذ مرقس واحضره معك، لأنه نافع لي للخدمة. أما تخيكوس فقد أرسلته إلى أفسس، والعباءة التي تركتها في ترواس عند كاربوس أحضرها متى جئت، مع الكتب أيضا ولا سيما الرقوق. إسكندر الحداد فعل بي شرورا كثيرة، ليجازه الرب حسب أعماله، فهذا احتفظ منه أنت أيضا، لأنه قاوم أقوالي جدا. في احتجاج الأول لم يأتي إلي أحد، بل الجميع تركوني، لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم، فأنقذت من فم الأسد. وسينجيني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته السماوي، هذا الذي له المجد إلى دهر الدهور، أمين. سلم على بريسكيلا وأكيلا وبيت أونيسيفوروس. أرستوس بقى في كورنثوس، أما تروفيموس فتركته في ميليتوس مريضا. بادر أن تجيء قبل الشتاء، يقرئك السلام أفبولس وبوديس ولينوس وأقلوديا وجميع الإخوة. الرب يسوع المسيح مع روحك. النعمة معكم، آمين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين.
الكاس لكم. فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ شريككم، والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن. ارعوا رعية الله التي بينكم وتعاهدوها، لا بالقهر بل بالاختيار، كمثل الله، ولا ببخل بل بنشاط، ولا كمن يتسلط على المواريث، بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يضمحل. كذلك أنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. كونوا متيقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا، هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. له السلطان والمجد إلى الأبد، آمين. بيد سلوانوس الأخ الأمين، كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا أن هذه هي نعمة الله بالحق التي فيها تقومون. تسلم عليكم الصديقة المختارة التي في بابل، ومرقس ابني. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة المقدسة. السلام لكم جميعا أيها الذين في المسيح يسوع. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين. الإبراكسيس. فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة فلتكن معنا، أمين. ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى أحبار الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم أتيت إلى آسيا كيف كنت معكم كل هذا الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع، والتجارب التي أتت علي بمكايد اليهود، كيف لم أخفي شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم عنها وعلمتكم بها شاهدا جهرا وفي كل بيت لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مأسورا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك فيها، غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة قائلا: إن وسقا وشدائد تنتظرك. ولكنني لست أحتسب لشيء، ولا نفسي مكرمة عندي حتى أتمم سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي بعد. أنتم جميعا الذين مررت بينهم كارزا بملكوت الله، لذلك أشهدكم في نهار هذا اليوم إني بريء من دمكم جميعا، وذلك لأني لم أتأخر أن أخبركم بكل مشيئة الله. احترسوا إذن لأنفسكم
ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة، لترعوا كنيسة الرب التي اقتناها بدمه بذاته. لأني أعلم أنه من بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأقوال ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اسهروا إذن متذكرين أني 3 سنين لم أفطر نهارا وليلا عن أن أعلم بدموع كل واحد منكم. والآن أستودعكم للرب ولكلمة نعمته القادرة أن تثبتكم وتمنحكم ميراثا مع جميع المقدسين. فضة أو ذهب أو ثوب أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون أن احتياجاتي واحتياجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أن نتعب ونعضد الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع لأنه قال: الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جسى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس وقبلوه متوجعين، ولا سيما من أجل الكلمة التي قالها: إنهم لن يروا وجهه أيضا. ثم شيعوه إلى السفينة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 13 توت، أحسن الرب استقباله ويعيده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. كان في شاب عاوز يتجوز بنت الراجل اللي هو بيشتغل عنده، وراح لواحد شرير سأله: أعمل إيه علشان تقبل تتجوزني؟ عدو الخير خلى الراجل الشرير يقوله: انكر ايمانك بالمسيح واكتب اقرار على نفسك انك انكرت المسيح. وللأسف عمل كده الشاب وتجوز الفتاة بحيلة شيطانية، وبعد فترة لاحظت انه مش بيصلي ولا بيصوم ولا بيروح الكنيسة ولا بيعترف ولا بيتناول. ولما سألته قال لها الحقيقة، زعلت جدا وراحت على القديس باسيليوس الكبير أسقف قيصرية الكبادوك في آسيا الصغرى وحكت له الحكاية وطلبت منه ينقذها. فطلب حضور جوزها وقال له: أنت مستعد ترجع تاني لإيمانك بالسيد المسيح؟ قال له: أنا ندمت على اللي عملته وعاوز أرجع تاني، لكن الشرير خلاني كتبت ورقة إني أنكرت الإيمان وبيهددني بيها، أعمل إيه؟ الأنبا باسيليوس قال له: خليك معانا هنا، صلي 3 أيام. وبعدها راح له يفتقده وسأله عن حالته، قال له: الشرير بيهددني. قال له قدسنا ما تخافش وخليك هنا، صلي 40 يوم. وبعدها جمع شعب الكنيسة وطلب منهم يصلوا من أجله ويقولوا: يا رب ارحم. وفجأة
لقوا الورقة وقعت قدامهم، وبعدها الشاب اتناول ورجع لزوجته وباركهم القديس باسيليوس، بركة صلواته تكون معانا أمين. وكمان زي النهاردة من سنة 1182 للشهداء اللي بتوافق سنة 1465 ميلادية، تنيح البابا متاوس الثاني البطريرك التسعين من بطاركة الكرازة المرقسية. كان راهب باسم متى الصعيدي في دير العذراء مريم المحرق، ولما تنيح البابا يؤنس الحادي عشر البطريرك التسعة وثمانين اجتمع المجمع المقدس مع الأراخنة اللي هم مش من رجال الكهنوت لكن مهتمين بشؤون الكنيسة، واتفقوا على اختياره بعده، وفعلا رسموه بطريرك، وكان في عهده سلام للكنيسة، وخاصة ان علاقته بالسلطان فخر الدين عثمان فيها محبة. وكان مقر البطريركية في كنيسة العذراء مريم الأثرية بحارة زويلة، ورسم مطران للحبشة باسم الأنبا غبرييل، وعمل الميرون المقدس بكنيسة العذراء مريم بحارة الروم. ولما أكمل جهاده الصالح تنيح بسلام ودفن في دير الخندق اللي هو حاليا دير الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا أمين. أمسكت بيد اليمنى وبمشورتك هديتني وبالمجد قبلتني، وأنا خير لي الالتصاق بالله وأن أجعل على الرب اتكالي لأخبر بكل تسابيحك في أبواب ابنة صهيون. باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. الحق الحق أقول لكم، إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص. وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه بأسمائها ويخرجها، فإذا أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغريب. هذا المثل قاله لهم يسوع، وأما هم فلم يعرفوا لأي شيء كان يكلمهم. ثم قال لهم يسوع أيضا
الحق الحق أقول لكم، إني أنا هو باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم، أنا هو باب الخراف. إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى، وأما السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فإذا رأى الذئب مقبلا يهرب ويترك الخراف، فيخطف الذئب الخراف ويبددها لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصتي، وخاصتي تعرفني كما أن الآباء يعرفني وأنا أعرف الآباء أيضا، وأنا أضع نفسي عن خرافي، ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي لي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة لراع واحد. والمجد لله دائماً.